بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كل نفس ذائقة الموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كل من عليها فان. الموت، الموت كأس ستجرعه الجميع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت، كثير منا يهاب ويخاف الموت. لماذا نخاف من الموت ونحن نستعد للموت ونحضر له ونجهز العدة ونتزود بالتقوى لأجل الموت؟ أليس الموت وراحة من كل شر؟ أليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل الموت لنا راحة من كل شر، والحياة زيادة لنا في كل خير. إذن الموت راحة، الموت راحة. أيكره أحدكم أن يلاقي مولاه وخالقه؟ نحن للمولى، نحن للمولى. تخيل عندما ترجع إلى من أنت له، نحن لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الموت هو أول لقاء مع من أنت له. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أتكرهون لقاء الذي خلقنا وصورنا ورزقنا؟ لا والله، إنه أجمل يوم للمرء عندما يلقى مولاه وخالقه. لماذا نخاف الموت؟ لماذا نخاف الموت وأننا سننتقل بين يدي أرحم الراحمين؟ كتب على نفسه الرحمة، والله إنه أرحم على المرء من أمه. لماذا نهاب الموت وأننا سنحل ضيوفا عند ملك الملوك جبار السماوات والأراضين؟ إذا حل أحد منا ضيفا عند ملك من ملوك الأرض فإنه يكرمه كرما يليق به. فما بالنا عندما نحل ضيوفا في رحاب المولى؟ فما بالنا عندما نحل ضيوفا عند ملك الملوك الله سبحانه وتعالى؟ إذن الموت راحة، الموت لقاء المولى، الموت راحة للمؤمن. لماذا لا نتحدث عن نعيم القبر؟ لماذا نتحدث دائما عن عذاب القبر؟ أليس القبر هو أول منازل الآخرة؟ لماذا ونحن نعمل صالحا ونتقي الله سبحانه وتعالى نخاف من عذاب القبر ونخاف من القبر؟ فإن القبر أول منازل الآخرة. أليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، فيما معناه إذا كنت صالحا فإن القبر هذا هو عبارة عن روضة من رياض الجنة. إذن لماذا نخاف الموت؟ لماذا نهاب من الموت؟ لماذا؟ أليس أن هناك أو ألا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العبد الصالح يقول لربه عندما يرى منزلته في الجنة: يا رب أقم الساعة، أقم الساعة، أقم الساعة. إذن لماذا نهاب الموت؟ لماذا نخاف من الموت؟ لا والله، علينا أن نستعد له ونهيئ أنفسنا للموت، فإننا سنلتقي بالخالق الذي خلقنا وأوجدنا وصورنا ورزقنا وأنعم علينا. هو الذي أوجدنا على هذه الحياة ونحن له،
وحتما ما إليه سنعود، فلنهيئ أنفسنا حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن صورة، فلنهيئ أنفسنا حتى لا نهاب ولا نخاف الموت، فلنهيئ أنفسنا حتى لا نخاف ولا نهاب القبر. اللهم يا ذا الجود والكرم والإحسان، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة خيرا لنا زيادة لنا في كل خير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اختم بالصالحات أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. أيكره أحدكم أن يلقى الله سبحانه وتعالى؟ أليس الموت هو أول منازل الآخرة؟ ألم تسمعوا أن روح المؤمن وروح الصالح عندما ترفع إلى السماء تلتقي الأحبة؟ أتكره أن تلتقي الأحبة ومن مات من آبائكم وأمهاتكم وأجدادكم؟ أتكره أن تلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا؟ أتكره أن تلتقي مع النبيين والشهداء والصديقين؟ ألم تسمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها عندما تصعد روح المؤمن تتسارع عليه الأرواح ويسألونه عن أهل الدنيا، فيأتي واحدا منهم يقول دعوه دعوه يرتاح من عناء الدنيا ومن تعب الدنيا. أليس هذا إن دل على شيء دل على أن الدنيا عناء وتعب؟ الدنيا عناء وتعب. إذن الموت راحة، الموت راحة. والله لو تفكرنا بالموت وعددنا له لأحببنا الموت حتى نلاقى الله سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فلنستعد للموت ونجهز أنفسنا ونتزود ونتزود، فإن السفر بعيد، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلنتزود للموت ونهيئ أنفسنا له. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم يا ذا الجود والكرم والإحسان، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم ارحمنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا ذا الجود والكرم والإحسان يا أرحم الراحمين، فإنك أنت على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين. كتبت على نفسك أنك رحمن الرحيم، كتبت على نفسك أنك أنت أرحم الراحمين، فاشملنا واشمل أمواتنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا الله، يا من ملأت رحمته كل شيء. إلهي ومولاي وخالقي، إننا شيء من خلقك فاشملنا برحمتك. إلهي ومولاي وخالقي، إن هؤلاء الأموات شيء من خلقك، اللهم اشملهم برحمتك. اللهم إن هؤلاء الأموات عباد لك شهدوا لك بالوحدانية، اللهم اشملهم برحمتك. اللهم اغفر لأبي ولأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.